بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هنحل فيه مع بعض تمارين كلمات الوحدة السابعة والثامنة من كتاب المعاصر فاينل ريفيجن. يبقى دي الوحدة السابعة والوحدة الثامنة من المعاصر فاينل ريفيجن. أول سؤال بيقول لي هيدروجين أند أكسجين. الهيدروجين والأكسجين إيه؟ تو فور موتر. فور معناها يكون أو يشكل. كونتين يعني يحتوي على أو يحوي، ومعناها برضه يحتوي. المشكلة لما أقول لك تراي تو كونتين يور بروبلمز، يعني حاول تحتوي مشاكلك، لا بنفسك يعني. انكلود يعني يتضمن او يشتمل على، كومبلين يعني يشتكي، وعندك كلمه اسمها ميك ا كومبلينت يعني يقدم شكوى، وخد بالك لازم الا تبقى موجوده، وعندك كومبلينت اللي هي الشكاوى. المهم بقول لك ان الهيدروجين والاكسجين بيعملوا ايه عشان يكونوا المياه؟ كومباين. هي واحد يقول لي مستر مش كومباين اصلا بيجي معاها وز؟ مش كلمه كومباين بيجي معاها وز؟ اه، ما انا ممكن اقول لك هيدروجين كومباينز يعني الاكسجين بيتوحد كومباينز وز، كده استخدمنا وز. يبقى الهيدروجين بيتحد مع مين؟ الاكسجين تو فور موتر. انت كده استخدمت لي كلمه وز، فانا عايزك تفهم هيدروجين كومباينز وز يعني يتوحد مع او يتحد مع، او انك تقول الهيدروجين والاكسجين يتوحدون لكي يكونوا كذا. This road must have more not to be safer. الطريق ده لازم يكون فيه ايه اكتر عشان يكون اكثر امانا للسائقين بالليل يعني وكده. Impression دي انطباع. Inspiration دي الهام. Quote معناها يقتبس. يبقى لازم يكون فيها ساين بوستنج، لازم يكون فيها يافطات ارشاديه. A secretary is a member of the not staff. staff يعني هيئه، وانت عارف ان في كلمه اختها اسمها كرو اللي بالاي، دي طاقم، بس طاقم فين؟ في سفينه او طاقم في الطائره. فانت بتقول ان السكرتير هو عضو من الهيئه الايه في الشركه. سايلنت يعني صامت. اخت الكلمه اللي انت عارفها اللي اسمها ميوت. ريتوريكال دي معناها بلاغي، اللي هو السؤال اللي احنا بنساله ومش محتاجين اجابته. فيزيكال معناها بدني ومعناها فيزيائي، لكن ادمنستريتيف دي معناها الاداري. وهنا الكلمه دي بتساوي كلمه اسمها مانجيريال، بتساوي كلمه اسمها ما ني جر يال اللي برضه معناها اداري، ودي موجوده واحنا قابلناها في كتاب ماي نيو فريند. سما او سما او هاز نوت مي تو ا تيبل تنس جيم. سما ايه؟ في ماتش تنس يعني تيبل تنس. ليفت دي معناها بالعربي كده يوصل بالسياره، ومعناها كمان يرفع. وعلى فكره كلمه ليفت اللي هو الاسانسير او المصعد. طب تشالنج يتحدى، وتشالنج التحدى. طب فوت يعني يصوت في انتخابات، وتريت دي لها موضوع. عايز تركز في الكلام اللي بقول لك عليه عشان الكلام ده من ذهب. كلمه تريت دي معناها يعامل او يتعامل. في الحاله دي هتسوي كلمه ديل، بس هنا حضرتك لازم تكتب لي معاها ويز. عشان كده اقول لك يو شود تريت هيم ان ا جود واي، يو شود ديل ويز هيم ان ا جود واي. طب لو كلمه تريت حضرتك دي معناها يعالج، كده في الحته دي ما تسويش ديل، هتسوي مين طيب؟ هتسوي كلمه كيور، مع مراعاه ان كيور دي فيرب وناون، يعني بمعنى يعالج وعلاج، لكن تريت استخدم كفيرب بس. طيب ارجع كده لجملتك الجامده اللي انت بتحل فيها. It is necessary to leave a good A in a job interview. بيقول لك ان من الضروري انك تترك ايه جيد في الوظيفه، في الانترفيو بتاعت الوظيفه اكيد تترك امبريشن الانطباع. طيب كلمه امبريشن انطباع، ومنها كلمه امبريس دي معناها يؤثر على. طب امبريسد معناها متاثر. طب امبريسنج، امبريسنج معناها مؤثر. طيب عندك اودينس طبعا كلمه من الكلمات المطلوبه اللي معناها الجمهور، وسكسس اللي هو النجاح. The visitors were extremely not by the performance. الزائرون كانوا ايه؟ بالاداء. طيب امبريسيف معناها متاثر، متاثر. اندبندنت معناها مستقل، وحرف الجر اللي معاها اوف، لكن في كلمه اسمها دي بن دنت اللي هو اعتمادي، حرف الجر اللي معاها اون. طيب كومباين معناها يجمع او يوحد. طب امبريسيف معناها متاثر ولا مؤثر؟ امبريسيف دي معناها مؤثر، انا ترجمت دي غلط. امبريسيف لما اقول مثلا ان امبريسيف فيلم يبقى فيلم مؤثر، لكن امبريسيف معناها متاثر. فانت بتقول بالعربي كده ان الزوار كانوا متاثرين تماما، يبقى توتالي او كومبليتلي او اكستريملي امبريسيف. طيب بعد كده رقم سبعه. She looked great in her not dress. هي بدت جميلة في فستانها ال elegant اللي معناها جميل، اللي زيها برضو بالظبط كلمة graceful اللي برضو معناها جميل. طبعا enthusiastic دي أخت passionate، وهما الاثنين معناها متحمس لي، وبعدهم حرف الجر about. enthusiastic about، passionate about. عندك كلمة rhetorical للبلاغي، و impressed معناها متأثر. My elder brother's not success story has motivated me. قصة نجاح أخويا الايه حفزتني. ريتريكال اللي هو البلاغي. انسبايرنج معناها ملهم. طب امبريسد معناها متاثر. طب ديبيتابل معناها قابل للتفاوض، زي كلمه ني جوش ييتابل اللي معناها قابل للتفاوض برضو. المهم
بقول لك ان ماي ايلدر براذرز الايه بتاعت اخويا في بتاعت النجاح، يعني اكيد قصه نجاح اخويا. فعشان كده المفروض نقول ايه بقى؟ ماي ايلدر براذرز انسبايرنج سكسس ستوري. انسبايرنج دي معناها ملهم. يبقى تاني الجمله على السريع كده، ماي ايلدر براذرز انسبايرنج سكسس، نجاح اخويا الملهم او قصه نجاح اخويا الملهمه حفزتني. كلمه موتيفيت يعني يحفز، ممكن نحط مكانها انكارج، وممكن نحط برضو مكانها استيميوليت. كل الناس دي بنفس المعنى. بيشنس and honesty، الصبر والامانه are good ايه everyone should have، هم عباره عن ايه جيده لازم يتحلى بهم كل شخص. qualities اللي معناها خصائص، طبعا كواليتي يعني الجوده، وكواليتي برضو معناها صفه او خاصيه شخصيه، صفه شخصيه. هنا ممكن نستخدم مكانها كلمه trait، واحفظ الكلمه دي عشان القطعه. فqualities اخت traits. طب diagram اللي هو رسم توضيحي زي ما انت فاهم، sponsor ده اللي هو الراعي، الراعي الرسمي اللي معرفش مباراه ايه كده. graduates دي اللي هم خريجين، ولو فعل يبقى معناها يتخرج. مستر محمد نوت هيز ستودنتس وذ هيز كونفيدنس اند هوبفولنس، مستر محمد بيعمل ايه في الطلاب بتوعه بثقته الحلوه وكده. اجيت انسبايرز اللي معناها يلهم. جراديويت قلنا يتخرج وخريج. بيكنيك دي ليها ثلاث معاني، معناها نزهه، ومعناها يتنزه، ومعناها طعام النزهه. حلو. طب بريزيرف معناها يحفظ. وي يوز سبيتش ماركس، بنستخدم السبيتش ماركس تو نوت وات سام وان هاز سيد، عشان نعمل ايه في الكلام اللي الناس قالوه. انت اي انه كلام بالظبط نحطه بين سبيتش ماركس، الكلام المقتبس يبقى تو كوت. بالمناسبه ممكن الكوت دي نحط مكانها اكستراكت، وبرده ممكن نحط مكانها اكسربت اللي هي معناها مقتبس. طب بريزيرف يعني يحفظ. بارافريز يعني يعيد صياغه، لما تعيد صياغه كلام حد معناها انك تعمل له ري وورد، يعني يعيد صياغه برده. عملية ريوردنج او بارافريزنج، انت بتكتب الكلام باسلوبك من غير ما تستخدم اقواس. تستخدم اقواس امتى؟ لو هنقتبس بس. طيب طبعا دي بريزيفير، دي معناها يثابر زي ما اتفقنا، منها بريزيفيرنس اللي هو المثابره، اخت ديترمينيشن. هير فلوينسي اند افيشنسي، يعني فلوينسي اللي هي الطلاقه، وافيشنسي الكفاءه، طلاقتها وكفاءتها. في كلمه شكل الكلمه دي كده، دي اسمها افيشنسي. في كلمه اسمها سفيشنسي اللي هي الكفايه، يعني احنا عندنا ارز يكفينا، فاحنا عندنا سفيشنسي. طب انت بتعرف تعمل كل حاجه بنفسك، فانت عندك افيشنسي، عندك كفاءه. الكفاءه والطلاقه اللي عندها نوت ايفري بودي ات ذا ميتنج، عملت ايه في الناس الحاضرين كلهم؟ اكيد ابهرت. يبقى امبريسد معناها ابهره. عايز تفهم ان كلمه امبريسد معناها ابهره، ومعناها منبهر. امبريسد معناها منبهر. فلما اقول لك بصراحه كلامك حلو جدا، فانا بصراحه امبريسد يعني انا منبهر. طب بري زيفيرد اللي معناها ثابره، واتشيف اتحقق، وكومباين معناها يجمع او يوحد. زي ما قلنا كومباين شيء تو يعني يوحد شيء لكي، او كومباين شيء ويز شيء زي ما قلنا في اول سؤال خالص. طب ذا تاونز تشيف ايه از ريسبونسبل فور ذا بابليك سيرفيس، المسؤول عن الخدمات العامه في المجتمع، ده اكيد الكونسلر، ودي مش محتاجه اي تفسير. ويسبر دي معناها يهمس، وسبونسر معناها راعي، وسندروم دي اللي هي المتلازمه. طيب بعد كده سكسسفول رول مودلز، الناس اللي هم القدوه الناجحه ار سورسز اوف، هم مصدر للالهام. الهام يعني ايه؟ يعني انسبيريشن. على فكره كان ممكن نقول سكسسفول رول مودلز ار، اللي عند ار كده ونسكت، بس هنقول بقى ار انسبايرنج، بيكونوا ملهمين. طيب ذا نوت اوف ريجولار اكسرسايز از فيري جريت، الايه بتاع التمارين المنتظمه ده شيء عظيم. طبعا اول واحده كده فير دي اللي هي الارنب الصغير، كوست اللي هي تكلفه ويكلف يعني فيرب وناون، برايس اللي هو السعر ده نون، وعندك كلمه فاليو قيمه. فقيمه التمارين الرياضيه المنتظمه ده شيء محترم. السؤال 16 ده للاسف كان جاي في امتحان الازهر 2022، وانا شايف ان هو مش تمام. المهم وات ووز يور نوت فور ليفينج يور جوب، ماذا كان الايه بتاعك يعني لمغادره الوظيفه. طبعا موتيف اللي معناها الدافع، مفيش حد عنده دافع يعمل حاجه وحشه، وكوز دي معناها سبب، وكوز بيجي بعدها حرف الجر اوف دايما. طيب عندي كلمه اكسبلانيشن اوف واكسبلانيشن فور برضو. طب ريزن بيجي بعدها حرف الجر فور، وممكن ريزن واي. في مشكله هنا، ايه المشكله؟ تعالى اما ابينها لك هنا في القاموس عشان الكلام كده يبقى ايه كلام محترم. الراجل بيقول لك اكسبلانيشن اوف وفور، اهي اكسبلانيشن اوف وفور بنستخدمه امتى دول؟ قال لك ذا ريزنز يو جيف فور واي سمثينج هابند اور واي يو ديد سمثينج، الاسباب اللي انت بتديها لنا ليه حاجه حصلت او ليه انت خدت قرار، دي اسمها ايه؟ اكسبلانيشن. يبقى اكسبلانيشن كده طلعت تمام ومظبوطه معانا زي الفل. عندك كلمه ريزن برضو، الراجل بيقول لك ايه هنا في تعريف كلمه ريزن؟ فين بيقول لك ريزن واي معناها واي سمثينج هابند اور واي سام وان داز سمثينج، يعني انت كده بالمنظر ده عندك اجابتين ينفعوا وفقا لكلام القاموس، اكسبلانيشن صح، وعندك برضو ريزن صح، واثنين صح، بس احنا هنعمل ايه بقى؟ الظروف. طيب الجمله اللي بعد كده رقم 17، ايجيبت از فيموس فور اتس نوت انشنت مونيومنتس، مصر مشهوره باثارها القديمه اليونيك الفريده. دي معناها متحمس، ودي معناها بلاغي، ودي معناها ادمنستريتيف اداري.
in a speech في الكلام the speaker sometimes asks another question. المتحدث احيانا بيسال اسئله ايه من غير ما تكمل، هي اكيد اسئله بلاغيه، وانت عارف ان السؤال البلاغي السؤال اللي احنا مش محتاجين اجابته. حتى قال لك that is a question you don't expect anyone to answer. انت مش متوقع حد يرد على السؤال، انت بتسال سؤال بس عشان الناس تبدا تشغل دماغها وتفكر في الموضوع. All citizens كل المواطنين will not from the current economic reforms. كل المواطنين سوف ينتفعون او يستفيدون. فانا قدامي كلمه من اثنين، اما اني استخدم كلمه benefit اللي معناها يستفيد من، او كلمه profit اللي معناها يستفيد من او يربح. فعشان كده هناخد profit. aid معناها يساعد ومساعده، بنستخدمها كverb وبنستخدمها كنون. طب impress معناها يبهر، وتشالنج يعني يتحدى، وتشالنج someone to a match يتحدى شخصا في مباراه. خد بالك حرف الجر اللي معاه ده غريب. The captain of the team كابتن الفريق عمل ايه في الكاب؟ over his head اكيد رفع الكأس. يرفع اللي هي lift، treat يعني يعامل ويعالج، graduated معناها تخرج، وفوت يعني صوت. is the use of in imagination of imagination استخدام الخيال او original ideas او الافكار الاصليه يعني عشان تعمل حاجه جديده، دي اللي هي الابداع creativity. امال whisper يعني يهمس، role model القدوه، وسندروم اللي هي المتلازمه اللي احنا اخذناها في المنهج. But for your aid لولا مساعدتك I wouldn't have solved my problems ما كنتش هحل مشكلتي. في السياق ده كلمة aid اللي معناها ايه؟ انت قلت لي but for your aid لولا مساعدتك، فمساعدة كده عبارة عن noun. I not for صلاح in the FIFA best player award. انا عملت لمحمد صلاح في جائزة الفيفا بتاعت افضل لعيب، اكيد صوتت لمحمد صلاح يبقى voted. My friend's father not me as a member of their family. محمد ابو صديقي ده بيعتبرني كواحد من افضل من افراد الاسره، فانا هنا كان ممكن استخدم كلمه consider لو عايز اقول يعتبر. طيب الحاجه الثانيه treats اللي معناها يعامل، وهنا بقى ينفع نقول deal with ولا ما ينفعش؟ والله هقول لك على حاجه، لو انت عايز تستخدمها بمعنى يتعامل مع فتريت وديل ويز واحد، لو هنستخدمها بمعنى يعالج فتريت ما ينفعش تساوي deal with. اذا خدنا treat ومعنى الجمله ان ابو صاحبي بيعاملني كانه واحد من افراد الاسره. بروفيسور احمد asked us to not a poem. الاستاذ احمد طلب مننا نعمل ايه في القصيده؟ طيب بريزيفير يعني يثابر، بارافريز يعني يعيد صياغه، اخت ري وورد خد بالك وورد اللي هي بالاو، وبريزيرف يعني يحفظ، وبي يعني يدفع. فهو طلب مننا نعيد صياغه القصيده. فور تو نوت هانجري يونج بيبل. من غير ما نكمل كده، بدايه ان عندك هانجري صفه، والصفه عايزه قبلها ظرف. افريج دي صفه، ادمنستريتيف اداري صفه، طب ادمنستريتيفلي ظرف وافريجلي ظرف. فانت بتقول الاثنين جائعين بشكل يعني تقليدي طبيعي، ان احنا ممكن يكفيهم أربع بيضات و200 جرام من الجبن، ده لو هما جوعانين الجوع الطبيعي اللي هو المتوسط يعني يبقى افريجلي. وي ار اول نوت اباوت اور نيكست ماتش، اي كانت ويت. بقول لك أنا مش قادر أستنى يا عم، ده احنا كلنا إيه بشأن المباراة المقبلة. هنا نستخدم انثوزياستيك اللي بتساوي مين يا عم الحاج؟ باشنت اللي برضو معناها متحمس، والاتنين معاهم اباوت. طيب ادمنستريتيف إداري انسبايرنج يعني ملهم، وفيزيكال معناها بدني. أوعى أسألك سؤال قبل ما نوصل 28، اوعى تكون لحد دلوقتي بتسمعني وما عملتش لايك للفيديو، انا مش هسامحك. اوعى تكون بتسمعني لسه ما عملتش شيء للمشاركه للفيديو او عملت اشتراك في القناه، عشان انت عارف ان انا بعمل لك الحاجات دي بقتطع من وقتي، فخليك كده انسان بتقدر يعني عشان نكمل مع بعضينا. Our town lacks good shopping. ايه؟ We have to travel a long distance to the nearest city or to shop. بص يا فندم، كلمه شوب هنا لكي يتسوق، فكلمه شوب دي فيرب، ده رقم واحد. رقم اثنين Our town lacks، lacks يعني ينقصها. كلمه lack دي حضرتك فيرب وناون برضو، لكن في كلمه انت عارفها اللي هي اسمها شورتج، دي كده عباره عن ناون بس اللي معناها نقص، يبقى كلمه لاك نقص وينقصه، لكن شورتج نقص بس. المهم بيقول لك ان المدينه بتاعتنا بينقصها الشوبينج فاسيلتيز اللي هي التسهيلات بتاعت او الامكانيات بتاعت التسوق، سيرتيفيكتس اللي هي الشهادات، وانت عارف ان عندك بيرث سيرتيفيكت شهاده ميلاد، ديث سيرتيفيكت شهاده وفاه، ماريج سيرتيفيكت اللي هي قسيمه الزواج، وعندك جراديويشن سيرتيفيكت شهاده التخرج، بيكنيك يعني نزهه وطعام النزهه، ويتنزه سيرموني اللي هو احتفال. I look forward to بعد look forward to دايما اسم او ing، مديني هنا اسم وكان ينفع ing. انا بتطلع لليوم when I not from university ان انا بعمل ايه في الجامعه، اكيد graduate يتخرج. You need to not to achieve your goals، محتاج ايه عشان تحقق اهدافك. Preserve يعني يثابر، paraphrase يعيد صياغه، preserve يعني يحفظ، وquote يعني يقتبس. فانت محتاج تكون مثابر ومحتاج ان تثابر. على فكره ممكن نقول you need to preserve او you need من غير to بقى ونقول perseverance اللي هو المثابره. صلاح is the best not for young people. صلاح ده افضل ايه للشباب؟ اكيد رول موديل. وعلى فكره كان ينفع نستخدم هنا example افضل مثال. candidate المتقدم للوظيفه، counselor الراجل بتاع المجلس، وreviewer دي المراجع. I was chosen to give my company's not in the conference. اختاروني عشان القي الايه بتاع الشركه في المؤتمر، اكيد توك. وعلى فكره كان ينفع نستخدم speech give a speech و give a talk يعني يلقي كلمه. talent يعني موهبه، ومنها كلمه تا
لينتد اللي معناها موهوب. انا عارف ان انا بتكلم بسرعه بس انت هد الفيديو لو مش شايف انك فاهم. دياجرام اللي هي اخت بار تشارت واخت كمان بار جراف. فاليو اللي هي القيمه ومعناها يقيم. ترو انوفيتورز المبدعون الحقيقيون. جود ورك بيعملوا ايه في العمل الجيد؟ اكيد يقدرون العمل الجيد. على فكره فاليو كان ممكن نستخدم مكانها هنا من كلمات المنهج كلمه ابريشيت يقدر. فوت يصوت في الانتخابات. ويسبر يهمس. وليفت يعني يرفع. تيتشر sometimes يوز نوت از تيتشنج ايدز المعلمين احيانا بيستخدموا ايه كوسائل تعليميه؟ اكيد بيستخدموا جراديويتس الخريجين، سبونسرز اللي هم الرعاه، سيرتيفيكتس اللي هم الشهادات، ولا دايجرامز. ساعات المدرسين بيستخدموا الرسوم التوضيحيه كطريقه من طرق توضيح الدروس. طيب احنا كده عايزين بعدها نوصل على رقم الصفحه دي للاسف مش واضحه بس هنحاول برضو نحلها عشان انا صورت بسرعه لاني مستعجل قبل ما ابدا شغل. يقول لك which of the following ايه من دول do you need to apply for a job؟ ايه من دول محتاجه عشان تقدم الوظيفه؟ انت محتاج ايه عشان تقدم الوظيفه؟ اول واحده كده الهوم ادرس عنوان البيت، ولا الثانيه دي اللي هي بايوجرافي السيره الذاتيه لقصه الحياه يعني، ولا كريكرام فيتاي اللي هو السي في. السي في والريزومي الاثنين بنحتاجهم عشان نقدم الوظيفه. الاوتوبايوجرافي برضه سيره ذاتيه. طب ماشي يا عم، هو سيره ذاتيه معناها سي في ومعناها الثلاثه دول؟ لا، اوتوبايوجرافي وبايوجرافي الاثنين دول معناهم سيره ذاتيه بمعنى قصه الحياه. الفرق بينهم فين؟ ان بايوجرافي قصه حياه شخص كتبها عن شخص اخر، لكن اوتوبايوجرافي شخص كاتبها عن نفسه. حلو الكلام؟ طيب الثانيه بقى بيقول لك all not should have the same rights regardless of color or belief. كل الايه لازم يكون لهم نفس الحقوق بصرف النظر عن الاعتقاد او الدين يعني او اللون. مين هم بقى؟ بانديمكس اللي هي الاوبئه، هيومن بينجز اللي هو البشر يعني، ولا هيومن ريسورسز الموارد البشريه، واخر واحده ريسورسز اللي هي المصادر. طب رقم ثلاثة، أنا عارف الكلام مش باين بس أنا بقرأه من الكتاب فأكيد الكتاب قدامك. رقم ثلاثة giving up my diet لما أنا بطلت الرجيم. I put on a not amount of weight، أنا زدت بنسبة كلوزال يعني نسبة كبيرة عملاقة. أربعة you can use my tablet، ممكن تستخدم التابلت بتاعي. It is التابلت بتاعي ده ماله بقى؟ charged يعني مشحون، in charge يعني مسؤول، و charged with معناها متهم به، و in charge of معناها مسؤول عن. خد بالك charged with دي أخت accused of وأخت كمان convicted of. الناس دي كلها خد بالك convicted accused معاهم of لكن charged with. الجمله الخامسه سامي was not the office when رامي was away he ran it efficiently. سامي كان ايه لما رامي كان بعيد وكان بيديره بشكل كويس؟ يبقى كان مسؤولا عنه، يبقى in charge of وكان ينفع responsible for. the in charge of. وعلى فكره لو انت معاك كتاب هتلاقي برضو الاخيره in charge of. in charge و in charge of نفس المعنى. طيب هو اعتقد ان هو كان عايز يجيب لك ان تشارج لوحديها وان تشارج اوف في الحالتين يعني، لو هي ان تشارج مش هناخدها. طب ليه؟ ان تشارج دي ما ينفعش بعدها مفعول، لكن ان تشارج اوف بعدها مفعول. طيب علشان كده مثلا ممكن تقول لي وين سامي ووز اواي اي ووز ان تشارج، واسكت لما سامي كان بعيد انا كنت مسؤول، او اي ووز ان تشارج اوف ذا اوفيس. اخر جمله بقى في الحته البايظه دي يور هيلب هاز سيفد مي فروم ا توتال نوت، والله مساعدتك انقذتني من ايه؟ كبيره اكيد من ديزاستر. ديزاستر دي معناها كارثه، فمساعدتك انقذتني من كارثه كبيره. صفحه 114 هي بس اللي بعتها ان شاء الله. صفحه 115 اخر وضوح وجمدان. بقول لك كول اويل اند ويند باور ار ناتشرال. بقول لك كول اللي هو الفحم والزيت او البترول والطاقه الرياح، كل الناس دي كده ناتشرال. ايه ناتشرال ريسورسز او ريسورسز معناها مصادر. ديزاستر يعني كارثه، زي كاتاستروفي اللي برضه معناها كارثه. كانديديتس المتقدمين وانترنشيب اللي هو التدريب. This company applies strict safety. apply هنا معناه يطبق بالظبط زي كلمة implement اللي معناه يطبق. بيقول لك هذه الشركة بتطبق strict safety ايه؟ بتطبق ايه أمنية صارمة؟ measures أو كان ممكن نستخدم كلمة procedures اللي معناها إجراءات. Two not have already been interviewed for the job. اتنين ايه تم عمل لقاء معاهم للوظيفة؟ pandemics اللي هم المسعفين، disasters يعني كوارث، candidates المتقدمين للوظيفه او المرشحين للوظيفه، يبقى ناخد candidates. خد بالك كلمه cover دي معناها غطاء ومعناها يغطي. From Wednesday to Friday I have not job as cashier in a restaurant. من يوم الاربع لحد يوم الجمعه يعني اربع وخميس وجمعه ثلاث ايام، يبقى دي بارت تايم يا باشا على طول. He has an odd job. He is busy، هو مشغول ست ايام في الاسبوع، يبقى دي وظيفه بدوام كلي، يبقى فول تايم. I began work at Microsoft as an unpaid. انا اشتغلت في مايكروسوفت في الاول كايه من غير مرتب؟ اللي من غير مرتب ده المتدرب اللي هو as an intern. خد بالك خد بالك انت بتقول لي انا بدات العمل في مايكروسوفت as an
unpaid intern يعني كمدرب بلا راتب او بلا مرتب. طيب رقم 13 a lot of graduates apply for school، الكثير من المتقدمين من الخريجين بيتقدموا للايه في المدرسه economics اللي هو الاقتصاد، candidates المتقدمين للوظيفه، interns اللي هو المتدربين اللي بيشتغلوا ببلاش، ولا internships اللي هو التدريبات اللي ببلاش. كثير من الخريجين بيتقدموا الى school internships اللي هو تدريبات مجانيه او تدريبات بلا مرات بلا راتب في المدارس. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 14 بيقول لك China makes the best use of its not، الصين بتحسن استغلال its a خصوصا في مجال التصنيع، اكيد human resources بتستحسن استخدام الموارد البشرية خصوصا في التصنيع. خد بالك its دي غير its اللي فيها apostrophe، its اللي معانا دلوقتي دي اسمها صفة ملكية بيجي بعدها اسم. Your goal is not only if you work hard to a plan، لو انت بتشتغل باجتهاد وفقا لخطة فالهدف بتاعك ده achievable هيتحقق والدنيا تبقى زي الفل. 16 I know it is a small office، أنا عارف إن ده مكتب صغير، but it is just، لكن هو فقط كبداية، start up معناها بداية. team player ده الشخص اللي بيحسن العمل في فريق، editorial دي اللي هو التحرير، وcrowd دي crowd اللي هو الزحام. طيب the company will pay the hotel and travel، ولك الشركة هتدفع الإيه بتاعة السفر والفندق، أكيد المصاريف اللي هي expenses، على فكرة ينفع نستخدم مكانها كل كلمة cost وتبقى جامدة جدا. All newspaper have celebrated، كل الايه بتاعت الجرايد احتفلت بالدور العظيم اللي مصر لعبته في هذه الكرايسيس الازمه، خد بالك جمعها كرايسيس بالايه ازمات. طيب المهم ويت لاند يعني ارض ما فيها مياه، فاينالستس اللي هم الناس اللي بيحصلوا على المركز الاولى، واديتوريالز اللي هم الصفحات الاولى في الجرايد اللي هي صفحه التحرير يعني، فكل الصفحات الاولى في الجرايد احتفلت بدور مصر في هذه الازمه. الفيل الازرق 2 عباره عن ايه للفيل الازرق 1؟ دي عباره عن فولو اب يعني جزء متابعه للفيلم الثاني او الفيلم الاولاني. طيب ترافيك از كوايتر ان مودرن نوت ارياز، المرور او الزحام المرور بيكون اخف في الاماكن اكيد السكنيه ريزيدنشال. اور اولد هاوس از ان اي اوف ريبير، بص بقى في رقم 21 دي عشان جمله حلوه، بيقول لك ان بيتنا القديم في حاجة إلى إصلاح، في حاجة إلى اسمها in want of، احفظ المصطلح ده. وكان في ملحوظة قلت لك على كلمة want قبل كده، رقم واحد إن wanting دي معناها الرغبة في، حلوة صح، لكن لما أقول لك be wanting دي مش موجودة في الإنجليزي، ما ينفعش أقول لك I am wanting to go، لكن لما أقول لك wanting مثلا money الرغبة في المال. طيب حتة كمان عايز تعرف إن كلمة want ممكن نجيب want شيء ونجيب بعدها past participle أو want شيء to be والباست بارتيسيبل، بمعنى يريد الشيء ده أن يفعل. على سبيل المثال I want this problem solved أو I want this problem to be solved، ملحوظات كده مش هتلاقيها في أي حتة تانية على فكرة. رقم 22 My father used to put me in difficult situations، أبويا كان متعود يحطني في مواقف زبالة and wait to see how I would، عشان يشوف أنا كيف أنا سوف act أتصرف. وعلى فكرة أختها التانية اللي عندك في منهج behave، he didn't make the not choice، هو لم يقوم بالاختيار الإيه at the situation في الموقف. basic يعني اساسي، basically معناها بشكل اساسي، appropriate اللي معناها مناسب، appropriately معناها بشكل مناسب. انت عايز كلمه توصف كلمه الاختيار، انت بتقول الاختيار المناسب يبقى appropriate. كان ممكن نقول he didn't make the choice appropriately، لم يقدم الاختيار بشكل مناسب. most car companies معظم شركات السيارات are a organizations that belong to owners from different countries، من دول مختلفة، يبقى دي حاجة كده متعددة الجنسيات، يبقى multi national. We are not saying the same thing، the difference is in some unimportant details، احنا بنقول نفس الكلام بشكل أساسي، يبقى basically. I read an A from your new novel، it is great، أنا قرأت A من روايتك وهي عظيمة جدا، أكيد excerpt، وكان ممكن نستخدم كلمة quote، وكان ممكن نستخدم كمان كلمة extract اللي معناها اقتباس أو مقتبس. طيب اللي بعد كده رقم 27 He not to collect money from that charity، هو إيه؟ إنه يجمع فلوس من الشاريتي الجمعية الخيرية. خد بالك بس كلمة collect هنا أخت ريز معناها يجمع، فهو respected احترمه، reward يعني كافأ، acted معناها تصرف، وvolunteer معناها تطوع، فهو تطوع لجمع المال من الجمعيات الخيرية. إحنا في 27 عايزين بعد كده رقم 28 اللي هي دي، فهنعمل turn بس كده. بص بقول لك هي او هيز انكم الدخل بتاعه نوت ذا نيدز اوف هيز فاميلي او هيز سمول فاميلي، الدخل اللي عنده
بيعمل ايه في احتياجات اسرته الصغيره؟ كفرز، بيغطي دخله، يغطي احتياجات اسرته. هي از افيشنت، هو كف، but he not confidence، لكنه ينقصه الخبره. كلمه ينقصه اللي هي lacks يا مستر، لو في اختيارات كلمه shortage كنا خدناها؟ لا والله ما كنا خدناها، لان shortage noun بس. COVID-19 has been one of the latest A that affected all fields of life. كورونا واحد من احدث الايه اللي اصابت الناس، اكيد البانديمكس الاوبئه. Being a good A, he will play an important role in the group. هيلعب دور مهم في الجروب، معنى كده ان هو راجل تيم بلاير، يعني يحسن لعب الادوار في مجموعات. طيب خلصنا دي كده، نتوجه للصفحه اللي بعدها اللي هي دي. طيب الصفحه دي بيحكي لي فيها عن الفوكابلري على الكولوكيشنز الحاجات دي. هي وركس هارد تو ريتش ذا جولز هي هاز، هو بيشتغل باجتهاد عشان يوصل الاهداف اللي هو. بص معايا، لما نقول اتشيف او ريلايز ا جول معناها يحقق هدفا. طب لما نقول ست ا جول معناها يحدد هدفا، دي معناها يحدد هدفا. وعندك مصطلح اسمه جيف هيم سيلف ا جول، معناها يحدد لنفسه هدف، يعني الاثنين دول بنفس المعنى. طيب لكن في حاجه اسمها سكور اجول، معناها يحرز هدف اللي هو في مرمى الفريق الخصم. طيب المهم هو بيشتغل باجتهاد علشان يحقق الاهداف اللي هو وضعها لنفسه. على فكره كان ممكن هاز ست وهاز جيفن، الاثنين كانوا ياكلوا زي الفل. هو نوت ذا فوت ويل بي ذا ليدر، الشخص الذي ايه في الانتخابات هيكون القائد، اكيد يفوز في الانتخابات يبقى وينز. اول ذا تشويسز، كل الاختيارات اللي اي هاد نوت بروف تو بي جود، كل الاختيارات اللي انا عملتها، انت عارف يعمل اختيار اسمها ميك ا تشويس، يبقى اي هاف ميد. طيب رقم اربعه، بقول لك دكتور عمر نوت ذا ديزيز وايل اكزامينينج ا بيشنت، دكتور عمر اصيب بالمرض ساعه ما كان بيفحص مريض، اصيب بالمرض يبقى كوت، كوت ا ديزيز يعني اصيب بالمرض. مستر محمد از جود ات، دايما جود ات عايزين بعدها اي ان جي، خد بالك وكلهم اي ان جي. ستارت اب ايدياز، مستر محمد جيد في انه يعمل ايه في افكار الافكار بتاعت بدايه المشروعات، يعني انت عارف المصطلح اسمه ديفلوب ان ايديا، ديفلوب ان ايديا او برين ستورم كانت ينفع تاكل هنا برضو، اللي معناها يطور افكار او يطور ايديا. وعلى فكره كان ممكن انوفيت يبتكر افكارا برضو. جراديويتس يوجوالي نوت انترنشيب تو جين براكتيكال اكسبيرينس، المتقدمين للوظائف دايما بياخدوا او بيعملوا انترنشيب، نمسح دي كده بس، انت عارف ان انترنشيب دي تدريب، فعشان كده هناخد دو انترنشيب معناها يقوم بعمل تدريبات. What role does your cousin Malik not in your life؟ ما الدور اللي هي تلعبه؟ يلعب دورا يبقى play a role. وعلى فكرة كان ممكن استخدم كلمة have، ما هو have a role يعني له دور. I can't conquer my fear. هنيجي هنا كده ونقف ونعلم على دي بلون أصفر مستفز. عايز تعرف إن كلمة conquer دي من معانيها يغزو، بمعنى يغزو، فهي بتساوي كلمة seize لو معناها يغزو بلد. طب معناها occupy؟ لا مش معناها occupy، occupy معناها يشغل، يشغل وظيفة أو يشغل منصب، ومعناها يحتل. يعني هي هتساوي الكلمه دي لو معناها يحتل. طب اوفركم معناها يتغلب على، يعني هي بتساوي اوفركم وبتساوي اوكيوباي وبتساوي سيز، بس الاثنين دول في حاله الحروب وكده، لكن اوفركم يتغلب على مخاوف. فما تيجي نشوف كده، اي كانت كونكر ماي فير، يبقى كونكر هنا ممكن نحط مكانها اوفركم. لكن لما نقول مثلا ايجيبت كونكر جابان كده، اوكيوبايد وسيز جابان. هي جيف ان امبرسيف سبيتش، اعطى كلاما مبهرا. كلمه ده معناها ان الكلام بتاعه لم يكن ordinary، لم يكن كلاما عاديا، كان كلام رائع. I have achieved a great success so far، انا حققت نجاحا كبيرا. achieve هنا معناه يحقق، بتدي عكس معنى واحد حقق نجاحا، يعني باصد في في الموضوع ده. filled يعني شعره، وfilled معناها ملأ، فاكيد filled. missed، miss a success عكسها achieve a success. طيب احنا كده خلصنا رقم 10. رقم 11، هي از ان اندبندنت بيرسون، عايزك تفهم ان اندبندنت حرف الجر معاه اوف، لكن دي بن دنت حرف الجر معاها اون. طب ان دي بن دنس فروم، ركز على الكلمات دي عشان حروف الجر هتعمل معاك الغلط. الصفه اندبندنت اللي معناها مستقل، معناها ان هو بيكون شخص سيلف ريلاينت، معتمد على ذاته، ولا ديبندنت اللي هي اعتمادي، ولا ريلاينت اللي معناها برضو اعتمادي معاها حرف الجر اون، ولا ليزي كسول، لا ده راجل مستقل، معناها ان هو سيلف ريلاينت، معتمدا على ذاته. ماي موبايل از تشارجد، موبايلي مشحون، عكس كلمه اتشارجد لما يكون موبايلي مشحون، عكسها ان موبايلي امتي فارغ، ولا انوسنت بريء، ولا فري فارغ بمعنى ما فيهوش حد وفاضي ما عندوش حد يشغله، يعني معنى كده ان هو امتي. طيب احنا كده في 12 خلصناها، اللي بعد كده يا جماعه هيكون في قواعد، احنا خلصنا بفضل الله الكلمات كلها في الفيديو ده. الفيديو اللي بعده هيكون في كل القواعد، بس حضرتك قبل ما تمشي معلش حاول تتعامل، دعمنا ده مش هيخسرك اي شيء اقسم بالله.
لن تتأثر بأي شيء. اكتب أي حاجة في الكومنتس، اكتب ذكر، اكتب لا إله إلا الله، اكتب الحمد لله، اكتب أي حاجة كده، كل اللي يدخل يقرأها ياخد ثواب وتاخد فيها ثواب برضو. أنا كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.